السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مراجعة القسم 4-3 حركة الموائع، عاشر متقدم، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2015-2016. المسألة رقم 1، كالعادة بنقرأ المسألة، بنحدد المعطيات والمطالب بالرموز المناسبة، نرسم رسم توضيحي، بنحدد المسألة من أي فقرة دراسية أو وحدة دراسية. المسألة هذه على الاستمرارية. يتدفق الماء بضغط إلى داخل أنبوب أفقي بسرعات، ويضيق الأنبوب إلى ربع قطره الأصلي. قرأت لهون، إذن بحط P1 هي قيمة الضغط وبالباسكال، V1 1 متر لكل ثانية. عم يقولي ويضيق الأنبوب إلى ربع قطره الأصلي، فاتنين آر اتنين اللي هي القطر الثاني بده يساوي لاتنين آر واحد على أربعة. اتنين آر يعني القطر، آر هي نصف القطر، لذلك رسمت، لاحظت هون سميت آر واحد وهون آر اتنين عشان هذا أوضح، وعملت الأنبوب أفقي لأن ذكر لي داخل الأنبوب أفقي. لطلب ألف سرعة تدفق الماء في الجزء الضيق يعني V2، ضغط الماء في الجزء الضيق يعني P2. إذن عملنا الخطوة الأولى اللي هي قراءة المسألة، تلخيص لمعطيات ومطالب الرموز المناسبة، رسمنا، حددنا المسألة من أي وحدة دراسية. إذن حنستخدم معادلة الاستمرارية هذه، هنعوض فيها مساحة مقطع الطرف الأنبوب، المساحة الدائرية هي باي في آر تربيع، إذن باي آر واحد تربيع في في واحد يساوي باي آر اتنين تربيع في في اتنين. الباي اختصرتها من طرفي المعادلة، ضلت عندي آر واحد تربيع في في واحد يساوي لآر اتنين تربيع مضروبة في في اتنين. آر واحد خليناها مثل ما هي، لكن آر اتنين جبتها بما تساويها، آر واحد على 16، آر واحد للتربيع على 16 لين ربعت، آر واحد تربيع بتختصر من طرفي المعادلة، بتضل عندك في واحد تساوي لفي اتنين على 16، هذه تختصر مع هذه. إذا V2 تساوي لـ16 V1 وتساوي لـ16 V1 وتساوي 16 متر لكل ثانية، هذا الطلب ألف. الطلب ب ضغط الماء في الجزء الضيق، حنستخدم معادلة برنولي. الطرف اليسار خاص بالمقطع الأول والطرف الثاني خاص بالمقطع الثاني. بما أن الأنبوب أفقي، إذن الارتفاع عن المستوى المرجعي مش ما معنا، يعني إتش واحد تساوي إتش اتنين، معناتها بنختصر هذه مع هذه ومنرتب المعادلة بهذا الشكل. إحنا ما المطلوب؟ المطلوب بي اتنين، لذلك خليت بي اتنين بطرفها، بي واحد ضلت بمكانها، نصف رو بي واحد تربيع ضلت بمكانها، إجا لعندها نصف رو بي اتنين تربيع، كانت إشارتها موجبة صارت بالسالب لأن غيرت مكانها من المساواة. بي 2 تساوي لبي 1 زائد نصف رو، رو عامل مشترك بين الحدين، فطلعته خارج قوس لتسهيل عملية الحساب. ومنعوض في عملية الحساب، أنت أسهل إليك تطالع تربع الواحد وتطرح منه تربيع 16 والناتج تضربه بهذه القيمة وتضربه بالنص والناتج تجمع له هذه القيمة، بتصير عندك بي 2 وتساوي 1.72 في 10 أس 15 باسكال. وفي أمان الله، ولا تنسونا من الدعاء، من جد وجد ومن زرع حصد ومن سار على الدرب وصل ومن طلب العلا سهر الليالي.